شتى العزم نقى الأفكار روح سهرة خلف الأشفار يروي ظمأ بالدمع الحار مرمى الأشواق عبر الأفق سهو التوق يطوي الأدوار أرض سهدي فوح الورد من ربي حول بيت الكفر بيت النور قطر أديان وهجة حب صوت حق في المعمور يجلو الأسيان نهجو الروح بذل ملكوش ما يونو حصولا خلدا طينا له صلى وعلي مات المرا قالوه القابل قربونه ونترحم علينا ذكرى صفيك أبينا القديس مارون بالفرح والتسبيح وهب لنا بشفاعتي مغفرة الخطايا وفيض البركات والثبات في الإيمان القويم والسير في خطى لنحيا أنقياء جميع أيام حياتنا فنمجدك وابنك الوحيد وروحك الحي القدوس إلى الأبد آمين السلام ولبنيها المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء برخ مورشكوني لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الأب الذي دعا أبانا مارونا إلى السيرة النسكية وإلى الابن الذي كمله بالفضائل الإلهية وإلى الروح القدس الذي أشركه في الحياة الأبدية برخ مور رشكوني الصالح الذي يليق به المجد والإكرام في هذا العيد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد آمين
أيها المسيح إلهنا كريم في عينيك تذكار قدسيك، امنحنا أن نعيد ذكرى بنا مارون الذي اختار عيش الزهد وصفاء الروح، ونهتف طوبى لك يا أبانا مارون يا من وقع في نفسك كلام الإنجيل وقوع حبة القمح في الأرض الطيبة، فآثرت فقر المسيح على كنوز الدنيا. طوبى لك يا أبانا مارون يا من جاهدت الجهاد الحسن على جبل كورش، فتوافد إليك المؤمنون من كل الأنحاء، فكم شفيت بصلاتك مريضا وهديت ضالا ورددت خاطئا إلى البر والخلاص. طوبى لك يا أبانا مارون يا من صرت طلبة على شفاه المؤمنين ومثلا حيا لشعب يحمل اسمك ويعرف بك إلى منتهى الدهور. والآن نسألك أيها المسيح رجاؤنا بشفاعته على عطر هذا البخور أن تهدينا بنور إنجيلك في مسالك الأزمنة العسيرة. ارفع شأن بيعتك، رد إليك البعيدين، واحفظ بصليبك القريبين. لاش من بيننا الانقسامات والحروب، وطد الأمن والسلام بين جميع الشعوب، وليجد الراحة الأبدية أمواتنا المؤمنون. فنشكرك ونمجدك مع العذراء مريم وأبينا مارون وجميع القديسين، ونحمد أباك المبارك وروحك الحي القدوس برخ مورش كوني أنا وإلى الأبد. لك مارون حارس ونصير وشفيع خمور ابو ريشكوهني. اقبل اللهم الآب بمحبتك الصلوات والعطور التي قدمناها لك في ذكرى أبينا مارون، وهب لنا أن نسير سيرته أمامك، واقبل شفاعته للذين تكنوا باسم مارون لكي يحملوا رسالتك
في لبنان والأردن والمشرق وفي العالم كله. فبرخ موريش كهنه فنرفع إليك المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. قدي شطره قدي الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. سبحي الرب عني وافرحي بالقديس امدحيه وغني عند الرب مقدين للمسيح الغفور نحن ننشد فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس بارخ مورش كونه. المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية في هذا العيد المبارك. له المجد إلى الأبد. آمين. يا إخوتي، لقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وثباتي واضطهاداتي وآلامي كالتي أصابتني في أنطاكية وإيقونة ولسترة وأي اضطهادات احتملت، ومن جميعها نجاني الرب. فجميع الذين يريدون أن يحيوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، أما الناس الأشرار والمشعوذون فإنهم يتمادون في الشر مضللين الآخرين وهم أنفسهم مضللون. أما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته عارفاً ممن تعلمته، وأنك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تصيرك حكيماً في سبيل الخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. فالكتاب كله إنما الله ألهمه، وهو مفيد للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب في البر، ليكون رجل الله كاملاً معداً لكل عمل صالح، والتسبيح لله دائماً.
كالنخل يزهر، ومثل أرز لبنان ينمي. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك يكون أيضا خادمي. من يخدمني يكرمه الآب. نفسي الآن مضطربة، فماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء يقول: قد مجدت وسأمجد. وسمع الجمع الحاضر فقالوا: إنه رعد. وقال آخرون: إن ملاكا خاطبه. أجاب يسوع وقال: ما كان هذا الصوت من أجلي، بل من أجلكم. حقا والأمان لجميعكم. إن كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي. إن كلمتك مصباح لخطايا سبيلي. أصحاب السيادة السامي احترامهم، مونسيوري ريبريزنتانتي ديلا سوا إتشيلنسا نونسو أبوستوليكو من جوردانيا إن إيراك، بنفينوتو آباء الأفاضل ممثلي الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية، أصحاب المعالي والسعادة، أخواتي الراهبات الفاضلات، الفعاليات السياسية والاجتماعية، السيدات والسادة المحترمين، اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أعبر لكم وأمامكم عن فرحي الكبير لحضوري وترأسي هذه المناسبة، مناسبة عيد أبينا القديس مارون، وأن أشترك مع أبناء هذه الرعية المباركة بفرح اللقاء بمشاركة كهنة الرعية المونسنيور غازي خوري والأب سامر زكنون. وقد طلبا إلي أن أحتفل كراعي للأبرشية بهذا القداس الإلهي. صلاتي أن يبارك الرب هذه الرعية وأبناءها وكل الذين يعيدون اليوم ويأتون للمشاركة في هذا الاحتفال بإيمان وتقوى. وإني لأغتنمها فرصة سعيدة ومباركة لأتقدم
من كهنة الرعية ومن كل من دعي باسم مارون ومن أبناء الرعية المباركين ومنكم أيها الحضور المؤمن بأبهى الأمنيات وأصدقها طالبين شفاعة أبينا مارون الذي غرس في القروشية في شمال سوريا وفي لبنان وهنا وفي الشرق والعالم حديقة تزهر بالقداسة والرجاء والسلام، أن يحفظ هذا البلد الآمن الأردن بفضل حكمة جلالة الملك عبد الله الثاني السامي الاحترام ومعاونيه وشعب الأردن الكريم. أرحب بكم جميعاً موارنا ومسيحيين من كافة الطوائف ومسلمين، كلكم أحببتم روحانية هذا القديس واكتشفتم غنى هذه الروحانية وتاريخها من خلال القديس شربل هنا شفيع هذه الرعية، وأحييكم جميعاً أنتم الذين تشاركوننا وتشاركون سيدنا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رئيس الكنيسة المارونية والأساقفة والإكليروس من كهنة ورهبان وراهبات والشعب الماروني في كل العالم في الصلاة والاحتفال بهذا العيد المبارك. وإن لنا من القديس مارون ما ينفح فينا روح التجرد والصلاح في خدمة أوطاننا وجماعاتنا وفي قيادتها إلى شاطئ السلام والأمان. ولن يكون كثيراً علينا نحن أهل الشرق ووارثي أوائله العلاة أن نستلهم قديسين وأصفياءنا فنحذو حذوهم في المسلك الحسن وفي الخدمة الصادقة بعضنا لبعض فتثبت كنائسنا وجماعاتنا على الحب والتقوى الصادقة. القديس مارون لا يخص جماعة دون سواها، وهو صنو الآباء والقديسين جميعاً، يقرب الناس من ربهم ويدعوهم إلى اكتشاف صوته تعالى في ضمائرهم أياً كان دينهم أو المذهب الذي إليه ينتمون. وعن قديس مارون يقول المؤرخ تيودوروس القرشي في القرن الرابع، يقول: لقد ذاع صيت مارون في الأقطار وبات الناس يتهافتون من كل مكان إلى حيث كان منسكه في العراء، فأجرى الله على يده شفاءات كثيرة وقاد متلمسي هدى ربهم إلى الطريق القويم، فتبعه نساك كثيرون حذوا حذوه وما يزالون إلى الآن. حيث يوجد في لبنان اليوم أكثر من 10 نساك موزعين من الشمال إلى الجنوب يسيرون على خطاه في مسيرة لم تنقطع يوماً والتي تجددت بقوة مع القديس شرب المخلوف. يقول أيضاً المؤرخ تيودوروس: بعد موت القديس استشفعته جماعات مجاورة وشيدت له قبراً ثم ديراً وأدياراً راحت تنشر عبير الإيمان في الأرجاء، ودعي هؤلاء بالموارنة تيمناً بذلك الشفيع القديس، وصاروا قطيعاً تحول إلى شعب منظم وإلى كنيسة، ما ألزمهم في الماضي ويلزمهم اليوم أن يكونوا جوهراً أهل تقى وخير، وأن يمدوا يد الصداقة إلى إخوانهم أينما حلوا وحيثما ارتحلوا ليبنوا معهم شراكة في الإنسانية والوطنية بصدق الله وإلهامه وبسعي مستقيم لنيل عفوه ورضاه. هذا بعض من تاريخ الموارنة أصولاً وفصولاً متتابعة، فإن لهم طريقتهم في العبادة وعندهم مرتكزات من الحرية والمساواة يتشبثون بها كما يريدونها لجميع الناس. وعلى هذا الأساس كان لقاؤهم بسائر إخوانهم من مسيحيين ومسلمين ودروز وغيرهم، فقامت بينهم شراكة لتنمو في جو من الإخلاص والتعاون على مستلزمات الحياة في رحاب الله الواحد.
ومن هذا المنظار يثبت لنا أن العيش الواحد بين المسيحيين وسائر الأديان والطوائف في هذا الشرق ليس أمراً عابراً ولا ظرفياً، فهو وحدة تعود جذورها إلى بداية تلاقي كافة الديانات فوق أراضينا المقدسة. إنها تجربة مميزة لمنطقة فريدة، لكنها ليست غريبة عن جوهر دياناتنا المنفتحة على الجميع. آخر فصول التعايش جسدته بالأمس وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا فرانسيس وشيخ الأزهر منذ أيام في الإمارات العربية المتحدة. فلنسأل الله تعالى بشفاعة القديس مارون صاحب العيد أن يهدينا سواء السبيل وينقي نفوسنا من كل إثم ويرشد عقولنا إلى كل حق ويلهمنا إلى كل تضامن خير، راجين لكم على الدوام رعاية الله القدير وفيضاً سخياً من نعمه وبركاته، طالبين منه أن يحمي الكنيسة من الأخطار الداخلية والخارجية، فنبقى ملتزمين بفضائله مرددين ما جاء في صلاة الزياح: تشفع لشعبك حتى يكون شهيداً لإيمانه لا يخون. ألا باركنا الرب وبارك كنائسنا والأردن العزيز ملكاً وحكومةً وشعباً بنعمة الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد. الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بلاطس الحكم، تألم ومات وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعطية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الدهر الآتي. آمين. يتلوت مربحيدلو والوطلو دم حادث اليوت ونبسوه الطيب وتخيعو للبيت واسكو دبايكلو وطلوت شو صلى وعليمة المران ونهون قبل قرمون لترحم عليك بصوت مريو أملك غايو تلبس هاليلويا إنونو لحم دعاية بعلم شلحان أبو بالقدلو بسرو واخد الفرتو حيث ما سمتو قابل تنكر سود مريم أخي أروتو ومزي حني بيديهن كوني عالمدبح هاليلويا قابل قربونا الرب
الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس. أزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل أعطياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية واتلاه مريم ومار يوسف خطيبها ومار مارون شفيع هذا العيد ومار شربل شفيع الرعية وجميع القديسين والطباويين. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة ومن دعي باسم مارون، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. نافور مار بطرس، صفحة 751. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، سلام الأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم أيها الأحبار الأجلاء، والسلام لكم أيها الكهنة وخدام الروح القدوس. يصفح بعضكم مع بعض كما صفح الله عنكم في لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى أبيك وروحك القدوس برخ مورش كهنة أنا وإلى الأبد. آمين. يا رب واضح بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا برخ مورش كهنه، ونرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. مع
محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد ومع لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا إنها لديك يا الله لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين إنه لحق وواجب حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين قدوس 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 أنت الرب القوي الإله الصباوت السماء والأرض مملء الكريم من مجدك اللهم الآب وكثير المراحم لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصك وبيوم هودك تمحى شوطي لمعبد حي ساب اللحم بدا وقاضي شوطه بارخ قادش ويصويا بالتلميذة كدمار سأخون من كل خون هنوذ ميتا فغيرو أحلف يكون وأحلف ساقي ما تقصي وما تهب حصوي وحوبي والحي دا العالم علمي وخان وعالقص ودمزه من حمر ومن مايو بارخ قادش ويا بالتلميدة وكدمار سامي الشاوماني كل خون هونو دنيتا أحلف يكون وأحلف ساقي ما تشهد وما تهب حصوي وحوبي والحي دا العلم علمي وبهذا أوصاهم وحبهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي نذكر يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمه والحنان ونسالك مغفره الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا
فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصية ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا واشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الله كل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف، ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا، وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. اقبل يا رب ابتهانا وطلباتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا ماري فرانسيس بابا روما، وماري بشارة بطرس باتريكنا، ومار نصر الله، ومار موسى مطراننا، وعضد الكهنة والشمامسة، وخدمة بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا يا رب ارحم. اذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم ستراً وملجأً لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومار شربل ومار مارون والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعددنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان،
اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحمة وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولأمواتنا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد، كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزين في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاية، واغفر لنا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس بارخ مورش كوهني الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم وما روحك. لكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحي الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمي المحيي لمن يتناول واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك
مهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد.
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محبا للبشر ارحمنا. لك شكرنا، لك حبنا، لك قلبنا، نحن لك كلنا يا يسوع ربنا. بارك وحفظ أهلنا كلنا يعمر بنا، واستجب ربي سؤلنا. إخوتي الأحباء، بعد شكر الله نشكر صاحب السيادة المطران موسى الحج النائب العام السامي الاحترام على ترأسه هذه الذبيحة الإلهية، كما نشكر جميع الذين شاركونا بالقداس الإلهي وخصوصا أصحاب السيادة ومستشار السفارة البابوية ورؤساء وممثلي الكنائس في الأردن والآباء وإخوتنا الراهبات، كما نشكر أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة. ولا بد لنا أن نشكر وسائل الإعلام والقوى الأمنية وكشافة الروم الكاثوليك وكل من ساعد وحضر وساهم من الرعية ومن كافة الخيرين في إنجاح هذا القداس. يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين باسمك الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأ غفراناً، آمين، وللمرضى شفاءً، آمين، ولمنكسري القلوب رجاءً، آمين، وللحزان عزاءً، آمين، وللموت راحةً، آمين، وللأسرى خلاصاً، آمين، وللمسافرين رفيقاً، آمين، وللبعيدين مرشداً، آمين، وللقريبين حافظاً، آمين، وللعالم سلاماً،
آمين. ويمين رحمتك تبارك هذه البلاد وهذه الرعية وسكانها المؤمنين باسمك. اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم. يا رب انصر حكامنا المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومار يوحنا البتول ومار مارون ومار شربل وجميع القديسين. آمين. يا مار مارون صفي الرحيم يا حمى المشرد والسقيم، وقي شعبك العثام ولبنانك الدمار. اسأل لنا عونا ربي الفداء، لكي نكون بني السماء. قصدنا إليك بقلب وروح وفيك سقام ونا القديس مارون، فليبارككم الثالوث الأقدس الآن.